موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع العفو العام. نتمنى من الحكومة التشريعية أن تهتم في هذا الموضوع، وأصبح تأخيره سلبا على المعتقلين. للأسف البعض يقول العفو يجب أن يشمل الأبرياء. الأبرياء يجب الحكومة أن تعتذر للأبرياء، وهناك معتقلين هم بسبب المخبر السري أو التعذيب أو وردت أسماء وهمية أو في بعض كتب داعش. نتمنى من البرلمان أن يقر هذا الموضوع ولا يفقد محتوى قانون العفو العام بعدم شمول شريحة كبيرة من المعتقلين. نطالب البرلمان والحكومة المركزية بتمرير قانون العفو العام عن السجناء، وخصوصا هناك الكثير من الأبرياء في السجون، والأغلبية تم توقيفهم على يعني شهادة المخبر السري. فنطلب من الحكومة والبرلمان تمرير القانون يعني والصفح. هناك الكثير من يعني الادعاءات، هي غير يعني غير صحيحة. تناولت الجلسة حول قرار قانون العفو العام وإنصاف للمظلومين وتعزيز السلم المجتمعي. طبعا هذا القانون حاليا تحت طور يعني التطبيق. مناشدتنا اليوم إلى السادة أعضاء النواب في تفعيل هذا الموضوع، كونه يمثل مد جسور ثقة متبادلة بين مظلومية الشعب والفقير، وبين حسن نية الحكومة في ترسيخ الجانب الثقة والسلم المجتمعي.